السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد وصفة جديدة ان شاء الله. اليوم غنقدم لكم تارت بعجينة صابلي بطبقة من كريمة ديال الليمون، ومن الفوق زينتها بكريم باتيسير ديال الشوكولات. هاد الوصفة هادي البنات بدون جيلاتين وبدون كريمة خفق، وصفة اللي ساهلة وبسيطة في متناول الجميع. تابعوا الفيديو الاخير، نتمنى تعجبكم وصفة اليوم وفرجة ممتعة. ولتحضير عجينة الصابلي غادي نحتاجو 200 غرام ديال الدقيق، 120 غرام ديال الزبدة، بيضة كاملة، 50 غرام ديال السكر بودرة، و 50 غرام ديال النشا، معلقة كبيرة ديال بودرة الكاكاو أو 15 غرام ديال بودرة الكاكاو، رشيشة ديال الملحة. غادي نخلي لكم المكونات مكتوبين في صندوق الوصف. بالنسبة للطريقة، كناخدو الزبدة كنرملوها مع الدقيق، من بعد ما كنخدموها مزيان كنضيفو عليها النشا وكنضيفو الكاكاو وسكر بودرة. بالنسبة للكاكاو وسكر بودرة، أنا هنايا ما غربلتهمش، غنغربلهم فوق من هذا الخليط هذا، وكنجمع العجينة ديالي بهذيك البيضة، ما كنضيف حتى إضافة أخرى، ما كنزيد لا ملح حتى حاجة، هذيك البيضة كافية باش نجمع لكم هذه العجينة. كنخوي الخليط ديالي فوق سطح العمل وكنبدا ندعك فيه مزيان باش يتجمعوا لي هاد المكونات بهذه الطريقه هذه. وهذا هو القوام ديال العجينه. من بعد كنسرحوها فوق بابي كويسون او فوق ورق الطهي، الا ما كانش عندكم غديروا بلاستيكه، او فوق طاوله العمل. كترشوا شويه ديال الدقيق وكتبداو تسرحوا في العجينة ديالكم. هنايا بغيت نوريكم السمك ديال العجينة من بعد ما سرحتها، ما كتكونش غليظة وما كتكونش رقيقة بزاف. غادي تاخدوا السخكل او المول ديال اللي تاخد فاش مول فين كتخدموا ولا تاخد ديالكم، غادي تحطوا فيها هاد العجينة. انا هنايا غادي نخدم غير بالسخكل، غادي نحاول نلبسو كامل بهاد العجينة هادي. كتحاولوا تضغطوا مزيان على الجناب باش كتتأكدوا بأن العجينة وصلت لكم، هذاك القنيطات اللي كيكونوا لتحت ضغطوا عليها مزيان، وباش تأكدوا بأنها لصقات لكم مع المول أو مع السخكل مزيان. هنايا كتحيدوا الفائض ديال العجينة، ومن بعد كتعاودوا تقادوا تفيني ولا لطخت ديالكم. هنايا كنعاود نضغط وكنشوف البلايص اللي كيكونوا غلاط، كنعاود نضغط عليهم باش كيطلعوا للفوق. من بعد غادي نزولهم. من بعد ما كتلبسوا المول ديالكم كتحطوه في المجمد تقريبا ربع ساعه. هنايا غادي ناخذ العجينه اللي بقات ليا، غادي نسرحها وغادي نقطع فيها الدوائر اللي بغيت نزين بهم الوجه ديال لاطاخت ديالي. ممكن تقطعوا شكل نجيمات او ممكن تقطعوا الشكل اللي بغيتوا، هادي فقط فكرة للتزيين. هنا من بعد ما كتجمد عندي العجينة كنحيدو داك الزائد اللي كيكون طالع من الجناب، كتحيدوه بالسكين بهاد الطريقة هادي. هنايا كنشعل الفران ديالي على 180 درجة. بالنسبة للقاطو كنتقبوه مزيان، ومن الوسط غادي نحاول نتقلو بالحمص او نتقلو بأي حاجة عندكم في الدار، العدس، الحمص، أي حاجة بغيتو ديروها غتقلو بها القاطو ديالكم باش ما يتنفخش في الفران. كما قلت لكم الفران على 180 درجة، النار من الفوق ومن تحت. من بعد ما كدوز نصف مدة ديال الطهي كنزولو هاد البابي هذا اللي عمرناه بالحمص، وكنخلو القاطو ديالنا او لاطاخت ديالنا طيب مزيان. مدة الطهي بين 25 حتى 35 دقيقة. كندخلو هاد الدوائر حتى هما يطيبو، غندوزو باش نحضرو الكريم. ولتحضير كريمة الليمون غادي نحتاج نص سترو ديال الليمون. انا هنايا استعملت ليمون طبيعي عصرتو في الدار، ما فيهش السكر. غادي نضيف معاه 150 غرام ديال السكر، جوج ديال البيضات كاملين، و 40 غرام ديال النشا. غادي نخلط المكونات ديالي غنخلط المكونات ديالي وغنديرهم فوق النار نفس الطريقه باش كنطيبوا الكريم باتيسير. بالنسبه للزبده عندي 50 غرام ديال الزبده، غادي نخليها جانبا حتى تطيب عندنا الكريمه، عاد باش غادي نضيفوها ليها. هنايا من بعد ما كطيب عندي الكريمه كنزيدو عليها الزبده، وغادي نزيد معها جوج الاكياس ديال الفاني او سكر الفاني، الوزن ديالهم تقريبا 16 غرام.
ممكن كذلك تضيفوا قشور ديال الليمون محكوكين الا ما كنتوش باغيين تضيفوا الفاني. هنا من بعد ما وجدنا الكريمه الاولى غندوزو باش نحضر الكريمه الثانيه. لتحضير كريم باتيسير بالشوكولات غنحتاج نص سترو ديال الحليب، 125 غرام ديال السكر، 3 ديال البيضات، وعندي 40 غرام ديال الدقيق. غادي نخلطو مع 25 غرام ديال النشا اللي هي معلقه كبيره ديال النشا، عاد باش غادي نضيفو مع الخليط. غادي نخلط المكونات مزيان وغادي ندير الخليط ديالي فوق النار نفس الطريقه باش كنطيبو الكريم باتيسير. غنبقى نحرك حتى كيعقد عندي الخليط، وعاد من بعد غادي نضيفو عليه الشوكولات والزبده. بالنسبه للشوكولاته عندي 150 غرام من الشوكولاته اللي كتكون نوع جيد و50 غرام ديال الزبده. هنايا كما قلت لكم غنديرو الخليط فوق النار وغنتسناو عليه حتى يعقد بهذه الطريقه هذه. غادي نضيف معاه الشوكولات، غنتسناو على الشوكولاته حتى كتذوب وغنحركو مزيان. وهذا هو نوع الشوكولاته اللي استعملت في هذه الكريمه. ضروري ديروا نوعيه الشوكولات اللي كيكون زوين باش تجيكم الكريمه ديالكم بنينه وفيها مذاق ديال الشوكولات. ما ديروش بديل الشوكولاته لان ما غاش تجيكم هذه الكريمه ملسه، غتجيكم محببه. من الافضل ديروا شوكولاته اللي كيكون فيها اللي كتكون فيها واحد النسبه ديال الكاكاو عاليه. هنا من بعد ما كتذوب الشوكولاته مع الكريمه كنضيفوا الزبده. غادي ناخد هنايا البوش، غادي ندير فيه جوج ديال الاقمع، واحد اللي كيكون مسنن بهذه الطريقه هذه وواحد اللي كيكون ملس. بالنسبه للبوش البنات انا خديت هذه الباكيه بثمن اللي هو رخيص، باكيه يمكن فيها 100 بياسه، خديتها ب 25 درهم. وهنايا كنقسم الكريمه على هاد جوج ديال لي بوش، غندير نص في كل كيس او في كل بوش. وهنايا تقريبا كنكونوا موجدين كامل، وجدنا الكريمات ديالنا بجوج، وجدنا الكريمة ديال الليمون وكريمه ديال الشوكولات. الطبخ ديالنا هي طابت وبردات. هنايا كنديروا الطبقه الاولى هي الكريمه ديال الليمون، بالنسبه اللي بغى تجي هاد الكريمه تكون عاقده، هاد الكريمه ديال الليمون تكون عاقده وشاده مزيان، ممكن يدير كميه اكثر من النشا. انا في هاد الوصفه درت 40 غرام ديال النشا، ممكن ديروا حتى 60 غرام ديال النشا في نص لتر ديال الليمون. هنايا كنقاد الوجه ديال الكريمه، ومن بعد غنزين بهاد الطريقه بكريمه الشوكولات. وبالنسبه اللي ما كتوفرش على البوش او على الاقمع، غادي دير طبقه ديال كريمه الشوكولات فوق من الطبقه ديال الكريمه ديال الليمون وتسرحها مزيان، وتزينها بالفواكه الجافه او تزينها بالشوكولات محكوك او باي حاجه متوفره عندها في الدار في المنزل ديالها. يعني التزيين ديما كيبقى على حسب الاختيار وعلى حسب المتوفر عندكم. بالنسبه للمذاق ديال هاد الكريمه بجوج البنات كيجي رائع جدا. الكريمه ديال الليمون مع المذاق ديال الشوكولات كتجي زوينه بزاف، نتمنى تجربوها وتعجبكم. من بعد ما كنزين لاطاخ ديالي بالكريمه ديال الشوكولات، هنايا كندير عليها قشره ديال الليمون، وكناخد دوك الدوائر اللي صوبنا بنفس عجينه الصابلي او بنفس عجينه لاطاخ، كنرش عليهم السكر كلاصي وكنزين بهم الوجه ديال لاطاخ ديالي. هنايا كما كنقول لكم ديما التزيين كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب الابداعات ديالكم.
نتمنى تعجبكم وصفة اليوم. انا اكيد الا جربتوها غادي يعجبكم المذاقات ديال الكريمات بجوج، كريم الليمون مع كريمة الشوكولاتة كيجي واحد المذاق اللي كيكون زوين بزاف. ما تنسوش ديروا لايك للفيديو طبعا الى عجبكم، خلوا لي تعليقاتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.